عندي في مشكلة كانت متداولة في نقابة الصحفيين، إن في ناس أعضاء نقابة ما عندهمش شهادات عليا، يعني مزورين شهادات، يعني عنده شهادة متقدمة في الملف لكنها مزورة، بقى تعليم مفتوح تعليم مقفول، يعني في تزوير. ده موضوع ومن المجلس الماضي وبيتقال إن احنا هنفتح الملف نشوف كام واحد، يعني مجموعة، يعني مش ظاهرة واحد أو اتنين، لا ده ظاهرة. فالمجلس قال إن احنا نفتح الملف والقانون ياخد مجراه، لأنه معنى إن في واحد مقدم شهادة مزورة في نقابة زي نقابة الصحفيين وشغال صحفي، يعني زور في مستنده هو، فبالتالي أنا لا أثق في كتاباته ولا أثق في أخباره ولا أثق في توجهاته. فبالتالي من مصلحة المهنة، من مصلحة الصحافة، من مصلحة المجتمع الإعلامي والوسط الإعلامي إن يكون عندي مواجهة حقيقية لهذه الظاهرة. عندي كان ماسك الملف الزميل أبو السعود محمد، وأبو السعود محمد هو اللي ماسك ملف بيشرف على إدارة الملف اللي فيه شهادة مزورة. فقيل إنه أبو السعود تعرض لضغوط فساب الملف. يا عم أبو السعود سبت الملف ليه؟ قال سبته. ليه؟ سكت ما كلمش. طب خش معانا؟ قال لا. فعندي أربعة صحفيين، جمال عبد الرحيم ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر، قالوا في بيان، طلعوا بيان صحفي إنه فوجئوا بتصريحات أبو السعود محمد عضو المجلس، أشار فيها إلى أن هناك ضغوطا تمارس عليه لوقف عمله في ملف الشهادات المزورة، وهو مدعاه للاعتذار عن عدم استكمال عمله. ورغم أن أبو السعود كلمناه ما رضاش يرد علينا. في كل الأحوال أنا كنت أتمنى أنه نجد الأستاذ العزيز عبد المحسن سلامة يقول لنا الموضوع إيه. حاولنا نكلمه، يبدو أنه مشغول، لكن إن شاء الله بنوعدكم أن احنا نتواصل معاه وعلى الأقل نعرف إيه الموضوع. لكن في كل الأحوال عشان الموضوع كتر الكلام بتضيع بعضه، يعني في مشكلة في نقابة الصحفيين، ناس مزورين الشهادات بتاعتهم وبينتسبوا لمهنة الصحافة. المطلوب تطهير ثياب نقابة الصحفيين من هؤلاء. نقطة. عندي موضوع الضمير ده مشكلة كبيرة جدا. موضوع الضمير ده كارثة في مصر. غايب في تلاجة، حد بايعه، حد بيشتري، وهكذا. يعني في عندنا بورصة للضمائر بتباع وتشتر فيها الزمم والضمائر. فإحنا عايزين نقضي على بورصة الضمائر، سوق واضحة ورائجة لبيع وشراء الزمم الخاربة والضمائر، الأستك، المطاطة، ده موجود وكل الناس عارفة أنه موجود وكله بينكر أنه موجود وكله بيرضاش يواجه هذه الظاهرة. تعالوا إيدنا في إيد بعض ونواجه، ربما نجحنا، ربما تحركنا الأمام، لكن إن إحنا نبعد عن الشر وكمان نغني له، دي كارثة أخلاقية أعتقد إن هي غير مقبولة في هذا التوقيت. عندي